أما دعاء اللهم إني لا أسألك رد القضاء أو ربي لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه، فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مبناه ضعيف كذلك، لأن النبي قال وقني شر ما قضيت، أو علم الحسن بن علي أن يقول ذلك. وقد ورد حديث في البخاري فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أربع أو من ثلاث، وشك الراوي في الرابعة: اللهم إني أسألك أعوذ بك من رد أعوذ بك من جهد البلاء، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. إلا أن لفظة وسوء القضاء معلة، أذكر أن سفيان بن عيينة ذكرها واهما فيها، وسائر الثلاث ثوابت. لكن عموما تقدم في حديث الحسن بن علي وقني شر ما قضيت، فهذا يخالف الوارد اللهم إني أسألك لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه. والله أعلم.